والله أعتقد القرعة يعني ليست بالصعبة، يعني أمام مجموعة ليست بالصعبة، وهي فرصة تاريخية للتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية بعد عام 1986 في كأس العالم بالمكسيك، خصوصا أنه هاي كأس العالم القادمة 2022 ستقام في بلد عربي في الدوحة، وستكون بطولة لكل الدول العربية والشرق الأوسط. لكن للأسف يعني عدم وضوح لحد الآن الرؤية الحقيقية للاستعداد لهذا الحدث العالمي الكبير من القائمين على اتحاد كرة القدم والقائمين على الرياضة بشكل عام. السبب بأنه هناك ملفات لم تحسم لحد الآن، ملف المدرب كاتانيش اللي استغربنا يعني موضوع إبعاده في هذه المرحلة ودون يعني توضيح الأسباب الفنية سواء أو الأسباب الإدارية أو الأسباب المالية اللي صار لفترة 3 سنوات هو يقود المنتخب العراقي في هذا الظرف الحرج، خصوصا بأنه تصريحه بأنه 7 أشهر لم يستلم رواتبه لمدة 7 أشهر. هذا يعني الأمر أصبح يعني مستغرب جدا. الموضوع الثاني سيرفايف موضوع اللاعبين المحترفين، يعني عندنا لاعبين محترفين في دول كثيرة متمكنين، ليست هناك متابعة لمستويات هؤلاء اللاعبين حتى يكونون جاهزين وقد نستفاد من عندهم بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم. المرحلة الأخرى المهمة جدا هي مرحلة لحد الآن الفيفا وضع جداول زمنية افتراضية تصفيات النهائية لكأس العالم في شهر 9، وهذه الأمور يعني يتطلب أن إحنا نستضيف مباريات في العراق، وبالتالي استضافة مباراة العراق يحتاج إلى جهد كبير وتهيئة من تهيئة الفار، متابعة الموضوع الملف مع الفيفا. ممكن يعني إحنا الفيفا وافقنا بالبصرة، هل بعد هذا الإجراء ما وافقنا البصرة وصارت تحركات لعدم اللعب في العراق؟ ايضا هناك حديث خارج الاسوار بانه ستكون تجمع في احد الدول مثل ما صارت يعني في البحرين في التصفيات، امكان ذهاب وياب، لكن بالاخير الاتحاد الدولي سواها في البحرين. موضوع اخر، تشوف البحرين يعني فريقه صار ثالث بالمجموعه وطلع ما بعده المدرب، وانما المدرب لعب امام الكويت مال تصفيات كاس العرب قبل ايام وترشح الى نهايات كاس العرب اللي ستقام نهايه هذا العام بالدوحه. يعني مواضيع كثيره لا تزال تسبب لغز واستغراب لدى الجمهور الرياضي، يمكن جنابك اليوم في مصارحه في هذا الجانب. احنا ليش قلنا اليوم فرصه طيبه للترشح؟ لانه الفرق المعانا كلهم في نفس الرقعه الجغرافيه، الامارات، ايران، لبنان، سوريا، في رقعة جغرافية قريبة التنقل، ما عندنا صعوبات بالتنقل مثل ما تفضلت في كأس آسيا كنا نلعب في عدة دول، في ماليزيا، في اندونيسيا، في تايلاند لعبنا في عدة دول ودول بعيدة وأجواء غير معتادة في فرق الوقت، في أجواء الرطوبة، في أجواء الأمطار. هاي فرصة إن تنحسب جيدة. الفريق المنافس القوي هو فريق كوريا الجنوبية، فريق كوريا الجنوبية لا يعاني لأنه هو لعيب لمنطقتنا 5 مرات، في حين احنا نروح مره واحده لكوريا الجنوبيه، واحنا العراق محظوظ كان اول مباراه مع كوريا الجنوبيه، وبالتالي يجب ان نهيئ معسكر قبل مباراتنا مع كوريا الجنوبيه، نلعب مثلا في فيتنام او في ماليزيا او في مع الصين لان القريبه عن كوريا الجنوبيه ونفس الاجواء وفرقها ايضا مترشحه بالمجموعه الاخرى في تصفيات كاس العالم. هاي كلها امور يجب ان تضع على طاولة المسؤولين وأن يستقطبون خبراء لدراسة هذا الموضوع ووضع الحلول، يعني لأنه الوقت بيدركنا ولحد الآن لم تكن استعداداتنا بهذا الحدث التاريخي، وهذا أمل كبير لكل الجمهور. مثل ما أنت جنابك الشخص كل الأمور السلبية أمام المسؤولين أمام الأمور، يجب إحنا هذا الموضوع يطلع عليه الملف كحكومة كرئيس وزراء وك حكومة أن تلبي مطالب جماهيرنا الكبيرة. زين أستاذ حسين، ليش دائما قبل أي بطولة عندنا مشكلة مدرب؟ أنا أستغرب هذا الموضوع. المدرب صار له 3 سنوات و3 سنوات مستمر مع الفريق، يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق.
متعامل مع الفريق، ترشح مع الفريق، هل من المعقول احنا بعد لنا شهر 9 ان تكون ال التصفية النهائية أن نستبعده ونجيب مدرب؟ يعني هذا المفروض كان قبل فترة، يعني قبل هاي التصفيات احنا كنا مترشحين يعني من غلبنا إيران في الأردن كنا مترشحين أوتوماتيكيا نغلب كمبوديا ونغلب هونغ كونغ ونصعد لكأس العالم. كان لو يفكرون بهذا الموضوع كان من ذاك الوقت أن يجيبون مدرب وأن يستمر مع الفريق ويكون على. اما ليش استبعادهم لحد الان ما نعرف شنو السبب، سبب فني، سبب مالي، سبب اداري، يعني لحد الان هذا الامور مبهمه ومستغربه في هذا الوقت. احنا فيارا من جبناه كان هناك فتره 3 اشهر واخذنا معاه تجربه غرباسيا قبلها في الاردن، واخذنا معاه مباراه تجريبيه في كوريا مع أوزباكستان وكوريا الجنوبية، وبالتالي إحنا خاطر نصعد الكأس العالم يجب أن نتفوق عن الفرق اللي هي دائما موجودة في كأس العالم خلال البطولات السابقة. لذلك نقول لك محظوظين لأنه ابتعدنا عن اليابان بالمجموعة وعن استراليا اللي هم دائما كانوا متواصلين، وأيضا السعودية متواجدين في كأس العالم، وقد فقط كوريا الجنوبية، وأعتقد كوريا الجنوبية قوة فريقها ومنتخبها ليست بالقوة اللي كانت عليها سابقا كوريا الجنوبية. وكوريا الجنوبية احنا تفوقنا عليها في كأس آسيا، قلت لهم خاطر ناخذ كأس آسيا يجب ان نغلب كوريا الجنوبية واستراليا، وفعلا غلبنا كوريا الجنوبية واستراليا، والسعودية اطاحوا باليابان، وبالتالي احنا والسعودية كنا بالنهائي وترشحنا لكأس العالم. لذلك يجب ان تتكاتف الجهود، ومن خلال برنامجك ندعو التدخل السريع من رئيس الوزراء وان تشكل لجنه من الخبراء المعنيين مفروض. اللي هم لهم خبره سواء تدريبيه او سواء تخطيطيه او عندهم رؤى مستقبليه لاعداد هذا المنتخب. هذا منتخب العراق يعني مو منتخب احد. طيب استاذ حسين ممكن نشوفك على راس الاتحاد؟ والله يعني هذا الموضوع لحد الان ما حاسمه بالنسبه للترشح لاتحاد كره القدم الجديد، لكن اعتقد خلال الايام القادمه سيتبلور الموقف وس يعني يحسم هذا الموضوع. ومع ذلك اقول لك انا يعني مستعد لتحمل المسؤوليه في اي احتياج للبلد، يعني بلدي ووطني، وهذا الجمهور هو اللي وصلني الى النجوميه وساندني خلال مسيرتي كلاعب ومسيرتي كمدرب ومسيرتي كاداري. تستاهل. شكرا جزيلا كابتن حسين سعيد. الأستاذ حسين سعيد رئيس اتحاد الكرة الأسبق.